زي ما قلت لكم خلونا نشوف تويتر كان عليه ايه، وهنبدا من اعلان نادي سموحه عن مدير فني جديد خلفا لعادل عبد الرحمن، واللي رحل طبعا بقرار من رئيس النادي محمد فرج عامر ومن عند الصفحه الرسميه لنادي سموحه، واللي نشرت صوره وكتبت رحبوا معنا بمدربنا الجديد الكابتن حسام حسن. تعيين حسام حسن طبعا كمدير فني لفريق نادي سموحه كان محل تعليقات من خلال هاشتاج باسمه، ومن عند اسامه اللي كتب حسام حسن هيخلي سموحه اقسم بالله حاجه تانيه خالص، نفسي حسام حسن يمسك المنتخب، هتلاقي روح عاليه قوي وتكتيك عالي جدا، حسام حسن المدرب كما يجب ان يكون للمنتخب. الصفحه الرسميه لموقع السوبر كوره نشر صوره لحسام حسن ومعاها احصائيات لمشواره التدريبي، وكتبت ان هو لا المصري ثلاث مباريات، المصريه للاتصالات مره واحده، عفوا تولى التدريب مره واحده، الزمالك مرتين، الاسماعيلي، مصر مقصه، منتخب الاردن، الاتحاد، السكندري، وبيراميدز، واخيرا نادي سموحه. كل التوفيق طبعا لكابتن حسام حسن. لسه مع العميد حسام حسن واللي تولى تدريب نادي سموحه زي ما قلنا، وصفحه مونديال 11 نشرت صوره لرئيس النادي فرج عامر مع التوأم حسام وابراهيم حسن وباقي افراد الجهاز الفني، وكتبت جانب من ارقام حسام حسن كمدرب مع كل الانديه في كل البطولات 310 مباراه لم تسجل الفرق التي دربها غير في 78 مباراه فقط. نروح لنادي بيراميدز، والصفحة الرسمية للنادي الأزرق نشرت صورة لبيان جديد بيعلن انتقال ملكية النادي من المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي إلى سالم سعيد الشمسي المستثمر الإماراتي. ولسه مع صفحة نادي بيراميدز واللي نشرت بيان تاني عن مباراة الفريق أمام الأهلي، وأكد البيان على تمسك النادي بمواجهة الأهلي في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، وده بعد الانتهاء من مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز غدا الأحد. كمان أكدت صفحة نادي بيراميدز ببيان توضيحي على عدم وجود أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمالك النادي الجديد، وكتبت توضيح كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم الأستاذ سالم الشمسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، ويؤكد المالك الجديد أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. نروح للنادي المصري البورسعيدي واللي حقق الفوز على حساب النجوم هدف نظيف، والصفحة الرسمية للنادي الأخضر نشرت صورة لثنائي الفريق محمود وادي ومحمد صالح، وكتبت كلاكيت تاني مرة روح فلسطين. لسه مع صفحة النادي المصري البورسعيدي واللي نشرت تصريح لحارس الفريق أحمد مسعود صاحب كلمة السر في الفوز على النجوم، وده طبعا بعد تصديه لركلة الجزاء من محمود فتح الله في الدقيقة 85، وكتبت أحمد مسعود لعبت المباراة رغم حالتي النفسية السيئة لوفاة والدة زوجتي، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين والجماهير على دعمهم لي. نروح بقى للكرة الأوروبية ومواجهات من العيار الثقيل جدا، وصفحة سبورت 360 عربية نشرت صورة لأهم مواجهات الأسبوع في مختلف الدوريات والبطولات، وكتبت يبدو بأنك في حاجة لإلغاء مواعيدك الأسبوع المقبل. لسه مع صفحة سبورت 360 عربية واللي نشرت صورة للحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب ليفربول الإنجليزي، وكتبت أليسون يتصدر قائمة أكثر حراس مرمى الدوريات الخمسة الكبرى في الكلين شيت في كل البطولات هذا الموسم. نروح لصفحة البريمير ليج واللي نشرت استفتاء عن صراع المربع الذهبي بين مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي، وكتبت صراع المركز الرابع في البريمير ليج حتى الآن، مانشستر يونايتد 51 نقطة وأرسنال 50 نقطة وتشيلسي 50 نقطة،
من سينجح في التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، وكانت نتيجة الاستفتاء طبعا وفقا لاختيارات الجماهير صبت في مصلحة ألمان يونايتد بنسبة 72% مقابل 16% الأرسنال و 12% لتشيلسي. أعتقد طبعا أن مانشستر يونايتد بالمستوى اللي بيقدمه دلوقتي مع سوليتشار هو الأقرب لحسم طبعا المركز الرابع، ممكن يكون أكتر كمان لو ما كانش يعني.